مساء، أي نوع من الدونات لديكم؟ واو يا فتيات، هناك كب كيك غامض، دعونا نطلبه. حسناً، ثلاثة دونات سحرية جاهزة بالفعل لكم، انظروا. واو جميل، سأخذ الدائري لنفسي وأنتم خذوا البقية. واو رائع، دعونا نتذوق بسرعة. يا فتيات هذا لذيذ جدا. أوي، لدي مثلث على قميصي وأقراص مثلثي أيضا. ظهر مربع على قميصي أيضا. لا أستطيع أن أصدق عيني، لدي دائرة. ماذا يعني كل هذا؟ انتظروا، هذا غريب. نلتقي في التحدي لنذهب للمشاهدة، سيكون ممتع. مرحبا يا فتيات، لقد دخلتم في تحدي الطعام الهندسي، دعونا نكتشف ما هي الأطباق لديكم. واو لطيف جدا، نانسي لديها مربع من الشوكولاتة، وأن لديها جبن أزرق، وجيل حصلت على برجر. لماذا جميع لديهم طعام لذيذ ولدي جبنة كريهة الرائحة، لا أحبها. آي، الرائحة فظيعة، كلي بسرعة. لا يمكنني فعل أي شيء، علي تجربتها. يا إلهي، هذا لا يحتمل. توقف عن الضحك، تعتقدون أن الأمر سهل؟ لا، سأفكر بحل. لدي فكرة عبقرية، يمكنني التخلص من هذه الجبنة بهذه المبشرة. يمكنها تقطيع الجبن إلى مكعبات. جاهزة، الآن الجبن الأزرق ليس لي بل لنانسي. ماذا؟ مستحيل، هذا ليس عادلا، سأضطر إلى أكل هذه القطع المربعة من الجبن. أي مقرف، لا أحب ذلك إطلاقا. جيل، لماذا تضحكي؟ دعيني أعطيك قطعة من الجبن أيضا، انتظري قليلا. الآن سأحول هذه إلى كرة، جاهز. أصبحت الجبنة مستديرة، إنها لك يا جيل. لا أريد أن أكلها، رائحتها مقززة وطعمها فظيع. لدي فكرة، يمكنني أن أضع هذه الجبنة على البرجر، لن تكون مقرفة جدا، ربما سيصبح البرجر ألذ. دعونا نتذوق. لا يزال مقرف، كنت مخطئة، لن أكله، لا تجبرونني. لماذا هذا العقاب؟ حسناً، سأفعلها بسرعة كبيرة. هذا مقزز، لم أعتقد أبداً أنني سأكره أكل البرجر. يا فتيات، أنا فعلتها لكن سيغمى علي. جيل المسكينة، هيا عودي إلى رشدك. نانسي، هيا كلي مكعب الشوكولاتة. هذا سهل، لم أتناول أي شيء لذيذ منذ فترة طويلة. يعجبني الطعم، لكن ماذا يوجد في الداخل؟ واو يا فتيات، هناك الكثير من المكعبات الشوكولاتية في الداخل، ويمكنني تحويل هذا المكعب الكبير إلى مكعب صغير بضربة واحدة. ممتاز، والآن سوف أصنع مثل هذا البرج الطويل من المكعبات. القطعة الأخيرة، الأهم ألا يسقط. نعم جميل، الآن سأجرب. شهي جدا، وواحد آخر، وسأكل كل شيء دفعة واحدة. انتهيت يا فتيات، لقد فعلناها، يمكننا أن نكمل. أين الأطعمة اللذيذة خاصتكم؟ هاهم، دعونا نرى. نانسي لديها بصل، أن لديها مكعب علكة، وجيل لديها مصاص على شكل بطيخ. جميل، دعونا نجرب حالا. المصاصة جميلة جدا، أريد أن أجربها حالا. لن أتعجل لأن الحلوى لذيذة جدا، لا أريدها أن تنتهي بهذه السرعة. لم تتعبوا من انتظاري؟ سوف أكل كل شيء قريبا. لأكون صادقة، أنا متعبة قليلا، لم تنتهي بعد، لكن لدي فكرة، دعونا نكسر مصاصتي بمطرقة. هذا ممتع. يا فتيات لا تقلقن، ضربتين وسأنتهي بالفعل. جاهزة، الآن يمكنني بالتأكيد أن أتناول المصاصة بشكل أسرع بكثير بمساعدة الأنبوب.
واو، هذا لذيذ جدا. فكرتي كانت عبقرية. تبقت القطعة الأخيرة. الآن دورك. ممتاز، الآن أنفخ كل الأغلفة. واو، الكثير من الحلوى. إنهم لذيذون جدا، دعوني أجرب واحدة. واو يا إلهي، كيف تفعلين ذلك؟ هذا سهل جدا، أنا محترفة. أوي يا فتيات، لقد اختنقت، ساعدوني. الآن سوف أنقذك. هل نجحنا؟ تراجعي يا جيل، الآن سوف أساعدها. لقد أخذت دورات في الإسعافات الأولية. لقد نجحنا. أوه شكرا لكم، ماذا كنت سأفعل بدونكم؟ أنت بخير وهذا الأهم. نانسي، حان دوري لأكل هذا البصل الرهيب. إنه فظيع جدا. هل يجب أن أكله فعلا؟ رائحته فظيعة وعيني تدمع. علي استجمع قوتي وفعلها. يا إلهي، هذا أسوأ مما اعتقدت. يا بنات، هذا الطعم مقرف. أنا أكره البصل. سيكون علي أكلها حتى النهاية. لقد تم تدمير كل مكياجي بسبب الدموع. هذا يفوق قوتي. لا أستطيع التحمل. مسكينة، زعلنا عليك. إذا لم يكن عليكم إجباري أكل البصل، أو على الأقل ساعدوني. أنا مستعدة لمساندتك معنوياً، أنت تستطيعي. أوافقك تماماً، ستفعلينها. حان الوقت لحلويات جديدة، ماذا لدينا هذه المرة؟ لنرى. نانسي لديها دوريتوس حار، وجيل لديها مارشميلو، آن لديها دلو كامل من الآيس كريم. أريد أن أجربه حالاً، وخطرت بذهني فكرة حول كيفية تناوله. أحتاج فقط إلى تقطيعه إلى مربعات صغيرة باستخدام السكين. تم الأمر. الآن أستخدم ملعقة صغيرة لإخراج جميع المربعات وتذوقها. يم يم يم. واو، كم هذا لذيذ، يعجبني. لا يزال لدي دلو كامل، وهذا أمر مذهل. هذا سيستغرق وقتا طويل، علينا الانتظار. جيل، لا تنامي. علينا إنقاذ آن يا بنات، إنها مجمدة تماما. ماذا ستفعلون؟ هذا لا يساعد. انتظروا لحظة، نانسي لديك ناتشوز حار، ربما يمكنك فك تجميد آن. يا لها من ناتشوز لذيذة، أريد أكثر. إنهم حادون جدا. هل الناتشوز حار؟ لم ألاحظ ذلك. الآن فمي مشتعل بالنار، لا أستطيع احتواء النيران. أذبتيني، شكرا لك، لكن نحن بحاجة لمساعدتك. علينا الاتصال بالإطفاء. انظري، لقد تم تحميص حلوى المارشميلو. فكرة، سوف أسكب الماء عليها مباشرة وهذا سيساعدها. هكذا نانسي. أنا أشعر بتحسن، شكرا. ممتاز، أنا سعيدة أنك بخير. الآن حان دور جيل. لقد تمت إذابة كل قطع المارشميلو بفضل نانسي. ذابت وأصبحت مطاطية ولم تعد لذيذة بعد الآن. حسنا، سأتذوقها. هذا لذيذ، أنا أتراجع عن كلامي، أحببتها كثيرا. يا فتيات، المارشميلو المذاب ألذ من العادي. نانسي، شكرا لك على تحميص المارشميلو خاصتي. الآن سأفعل هذا دائما. شهي جدا. هذا مضحك. إذا لنرى أطعمتكم اللذيذة والجديدة. نانسي لديها جوز الهند، مشوق. وآن لديها شريحة من البيتزا، وجيل لديها كومة كاملة من الفطائر. هذا لذيذ، بمن سنبدأ؟ إنها آن. بكل سرور، لا أستطيع الانتظار. هذا الجبن يمتد بشكل مذهل. يا إلهي نانسي، ماذا تفعلين؟ أحاول كسر جوزة الهند هذه، لكني لا أنجح.
لقد استخدمت بالفعل كل ما في وسعي. أملي الوحيد هو الديناميت. أحتاج فقط إلى إشعالها لنرى يا جوزة الهند. يا فتيات اختبئوا. أوي، كيف ذلك؟ لم تنكسر. أوه، لقد تحولت إلى أشلاء بنفسها، أليس رائعاً؟ والآن حان وقت التذوق. أوه نعم، هذا لذيذ، طعم خلاب. يمكنني إزالة القشرة ويمكنني أكل جميع قطع جوز الهند. لذيذ. أوه هذا صحيح، لم أنتهي من البيتزا خاصتي. حان الوقت، جيل أنت الآن. بالضبط، دعوني أقيم ما لدي. أنا مستعدة. السكين والشوكة على أهبة الاستعداد. أقطع قطعة صغيرة. أوه يا لها من فطائر لذيذة، تعجبني. طعم خلاب. والآن سوف أمسح فمي قليلاً. توقفوا عن السخرية. لا شيء مضحك مع الأتيكيت. أكلت كل الفطائر وسأمسح فمي مجدداً وانتهيت. هاي، لماذا تضحكون؟ هل وجهي متسم؟ حسناً اضحكوا. جولة جديدة وأطعمة جديدة. دعونا نرى على ماذا حصلتم. أوه لدى نانسي قطعة من دونات قوس قزح. آن لديها صبار، وجيل لديها طعام الكلاب. قطعة كيك جميلة. وأنتم يا فتيات لم يحالفكم الحظ. أتساءل كيف ستأكلون كل شيء؟ لا أحتمل. لنبدأ مع آن. لا أستطيع فعل أي شيء، سأضطر إلى التجريب. أي هذا الشائك للغاية، لن أجربه. حسناً حسناً، سوف أتخلص من الأشواك أولاً. هذا الملقط سوف يساعدني. الآن أقطع كل شيء، وسوف أعطي لهذا الصبار مانيكير وباتيكير. هاي قفي. الصبار جاهز الآن، يمكنني تجربته بدون أن أقلق بشأن الأشواك. أي هذا السيء، لكن يمكن أن يؤكل. بالطبع ليس لذيذ. جيل توقفي عن الضحك وتناولي طعم الكلاب خاصتك. شكرا على تذكيري، لا أريد حقا تجربته. هذا طعم الكلاب وأنا إنسان. رائحته فظيعة جدا. حسنا، سأتخيل أنه شيء لذيذ وأجربه. فمقرف. ما هذا، وعاء؟ تريدين مني أن أكل من وعاء مثل الكلاب؟ حسناً، إذا كان الطعم أفضل فأنا جاهزة. كم هذا مقزز؟ سأخذ نفساً عميق وسأجرب. ماذا تفعلون؟ توقفوا عن السخرية. أنا أعاني حقاً. مهلاً، من أوقفني؟ هل تريدين تناول الطعام بدون أدوات؟ على الأقل خذي ملعقة. شكراً لك، هكذا أسهل. من ملعقة واحدة لن يحدث أي شيء. أتذوق. أيو هذا مقرف، لا يعجبني أبدا. هل تريدونني حقا أن أكل كل هذا؟ حسنا، فقط من أجلكم لأنكم تؤمنون بي. لا أحتاج إلى الملعقة، يمكنني رمي كل شيء هكذا. هكذا انتهيت، كان فظيع. أحسنتِ، أنا فخورة بك. والآن لدينا نانسي مع كيكتها اللذيذة. يا فتيات، هذا ليس خطأي، أنني حصلت على كيكة. سأكلها، لكني لن أشرح كمية لذيذة حتى لا تستاءوا مني. أوه دعونا نتذوق. هذا شهي جدا. أريد قطعة أخرى. أقصد أن الكيكة عادية. حسنا، لا أشعر بالراحة أثناء مراقبتي هكذا عن كثب. يا لها من كريمة وطبقات لذيذة. يا فتيات، أنا لا أشعر بالراحة. لا تشاهدونني وأنا أكل كل قضمة من طعامي. أتعرفون ماذا؟ سوف أشارككم. أستطيع أن أعطي كل الرشات الملونة المستديرة لآن. ماذا؟ لدينا فكرة أفضل. يمكنك أنت أن تأكلي الرشات ونحن سنأكل الكيكة. واو، هذا ألذ من الصبار. وألذ من طعم الكلاب. يا فتيات، اتركوا لي قطعة واحدة.
حسناً، الرشة تكفيني. إنها لذيذة أيضاً.